مساء الخير وجمعتكم مباركة من فلسطين المحتلة بالتحديد من مدينة نابلس. اليوم نحن بضيافة الكابتن عبد الحكيم شاهين. عبد الحكيم هو بطل كأس الأردن 2017 لكمال الأجسام. عبد الحكيم اللي انتقل من الهندسة دراسته بالجامعة لممارسة رياضة كمال الأجسام والاهتمام ببناء أجسام لرياضيين فلسطينيين في مدينة نابلس. مساء الخير عبد الحكيم، يعني اول شيء مبروك بطوله كاس الاردن 2017 لكمال الاجسام اللي حققتها مؤخرا بالعاصمه عمان. وبالبدايه يا ريت هيك تعرفنا عن الكابتن عبد الحكيم. هاي الرياضه طبعا ولعت فيها من انا صغير، تشربت حبها من والدي الاستاذ مأمون شاهين اللي هو علم في هاي الرياضه، الاب الروحي للرياضيين الفلسطينيين في رياضه كمال الاجسام. فمن صغري كنت أزور الأندية والنادي اللي كان الوالد يدرب فيه، فولعت بحب هاي الرياضة للحد اللي خلتها هي الجزء الأساسي الأكبر والأهم في حياتي، لحد ما وصلت إلى المشاركة في البطولات واللي هي البطولة كأس الأردن، والحمد لله حصلت على المركز الأول. طيب عبد الحكيم، يعني بتشوف انه هاي الرياضة بفلسطين مجدية لدرجة انه انت تترك تخصص الهندسة اللي درسته بالجامعة؟ هلأ هي من ناحية مادية لا مش مجدية، بالعكس مخسرة، لكن مش شرط كل إشي نحبه يكون بعود علينا بعائد مادي. هي بتكلفنا تكاليف كتير كبيرة، خاصة عنا بفلسطين نفتقر إلى الدعم المادي والداعمين لهاي الرياضة. عبد الحكيم، كيف تعب على جسمه وبناه ووصل للمرحلة هاي؟ أكثر رياضة بتستهلك جهد من اللاعب هي رياضة كمال الأجسام. المرحلة الأولى للإعداد بتكون اللي هي مرحلة التضخيم. طبعاً مرحلة التضخيم بتشمل برامج غذائية خاصة بكون فيها الكربوهيدرات عالية كتير كتير، زائد البروتينات عالية كتير كتير. طبعاً السكر مقطوع. مرحلة التنشيف اللي هي مرحلة إبراز العضلة وتحديد العضلة عشان تبدو بالصورة المثالية، عضلة ناشفة ما عليها ولا نتفة دهون وخالية حتى من المياه اللي بتغطي تحديدات العضلة. رياضة كمال الأجسام بشكل عام، كيف بتشوف هاي الرياضة بفلسطين؟ بفلسطين مظلومة كتير، ما في اهتمام بلاعبين كمال الأجسام بالصورة اللي لازم يهتموا فيهم فيها. يعني عنا، خلينا، أنا ما بعرف كيف الوضع بالدول العربية، لكن أنا لما زرت الأردن يعني ما شاء الله عندهم اهتمام فيها أكثر منا. الكباتن اللي عندهم بيهتموا بصورة أكبر والداعمين غاد موجودين أكثر من بفلسطين. الدور الأول والأساسي هو لوالدي، هو يعني اللي شربني حب هاي الرياضة من أنا صغير، كان ياخذني معه على النادي أشوف الأبطال، أشوف والدي كان يعني الله يعطيه الصحة والقوة، كان هو مميز برضه في هاي الرياضة بكمال الأجسام. كان يعني كل النادي لما يجي الوالد يلعب الكل يوقف يطلع عليه كيف بالطريقة اللي هو بيلعب فيها، فهذا الدافع يعني خلاني أشوف أنا يعني القدوة تاعتي في الحياة كيف عنده هذا الإصرار، فدفعني إلى أني أحب هاي الرياضة. أنا بدي أحاول يعني إن شاء الله إني هلأ أطلع على بطولة عالمية، وإن شاء الله إنه ربنا بيسر الأمور ونوصلها ونحصل على بطولة عالمية.
احنا يعني شكرا كثير كابتن، وانا بتشكرك لوقتك.